اليوم محاضرتنا طلابي راح نبديها، هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله، واللي هي مثل ما عودتكم مثل ما قلت لكم، هي في كل محاضرة راح نحكي عن نوع أو نوعين من أنواع الكراونز والبرجز اللي راح تكون موجودة عندنا. بالمحاضرة الماضية حكينا على النوع، المحاضرتين الماضيات حكينا على النوعين الأولانيات، فول ميتال وبورسلين فيوز تو ميتال. اليوم راح نحكي عن النوع الثاني اللي هو الثالث سوري، اللي هو مكاتب الكوميان صراحة. المهم هو أو سيراميك كراون، أو يسموه بورسلين جاكيت كراون. طبعا من اسمه إذا معناه هو كله مكون من السيراميك، لا يوجد معدن ولا يوجد أي شيء آخر غير السيراميك. بي مثل كل نوع الأنواع الأخرى، بي إنديكيشن كونترا إنديكيشن كذا. الإنديكيشن مالته لما نكون إحنا محتاجين very high aesthetic، مثلا anterior teeth، young patient، بيج سمايل، هذولا كلهم نحتاج بهم الاول سيراميك كراون. لما يكون عندنا كونسيدرابل بروكسيمال كيريز، او هو بنفس الوقت هو كونسيدرابل توث لوس، يعني سواء كيريز او بروكسيمال كيريز، يعني سواء كيريز او ريستوريشن، بيج ريستوريشن، فهي شنو معناها؟ معناها انه التوث اصلا هو فاقد جزء كبير من عنده. فمعظم البريباريشن مالتنا راح تكون بريستوريشن او تو ريموف كاريز. نمبر 3 اللي هي اندودونتيكلي تريتد تيث، اوكي. نمبر 4 اللي هو انسايزل ايج ريزونبلي انتاكت، هاي بعدين هاي عفوها بس احفظوها مثل ما هي لانه بيها هواي تفاصيل حكي. ونمبر 5 فيفربل ديستريبيوشن اوف اوكلوزال لود، شنو هاي معناها؟ ليش فيفربل ديستريبيوشن؟ طلاب السيراميك كلكم تعرفون او كلكم يعني سامعين انه هو very brittle to structure، فلما يكون عندنا اللود unfavorable، يعني يكون عندنا الاوكلوجن مو متوزع بالتساوي على كل الاسنان، مثلا يكون مركز على الانتيرير تيث، ذيك الساعه راح يكون الاول سيراميك كونترا انديكيتد. ليش؟ لانه السيراميك ما يتحمل هاي بريشر، لازم باقي الاسنان تشيل وياه لان هو brittle اصلا. ولانه بريتل راح تجينا مجموعه من الديس ادفانتج راح نحكيها بعد شويه، راح اضم هذا الحكي اللي بعد شويه. نجي للكونترا انديكيشنز. اولا لما سوبيريور سترينث از ريكوايرد، مثل ما قلت لكم السيراميك بريتل مو سترونج ريستوريشن، اذا احنا محتاجين فيري سترونج ريستوريشن اذا ما نقدر نستعمل الاول سيراميك كراون. نمبر 2 ثين تيث فيشال انجولي، ليش؟ لانه السيراميك بريتل راح احتاج اخذ تو ماتش من التوث ستراكشر حتى تصير عندي سيراميك ثيك، حتى يبدي يتحمل الضغط واللود. فاذا اصلا التوث هو ثين فيشال انجولي، اذا هو اصلا ثين وانا اللي داخل تو ماتش توث ستراكشر، اذا ايش راح يبقى؟ راح ننتهي ببلب اكسبوجر بدون نقاش، فراح يكون هنا كونترا انديكيشن فور اول سيراميك. نفس عكس النقطة الفوق اللي هي unfavorable distribution of occlusal load، إذا كان الاوكلوجن ما متوزع بالتساوي فما نقدر نستعمل هذا النوع من البرجز. زين نجي للنقطة اللي وراها اللي هو insufficient coronal tooth structure for support، نفس الشيء طلاب، نفس الفقرة مالت الثين تيث فيشال انجولي، لأنه أنا راح أحتاج أنه آخذ too much من التوث structure، لازم أعوض بالثيكنس مالت لازم ازيد بالثكنس مالت الكراون، اذا هو اصلا التوث ستراكشر هي انسفشنت، فمن وين راح اجيب الثكنس هذا؟ وايج تو ايج اوكلوجن، لانه راح يصير علينا تو ماتش لود على الانتيرير تيث، وبالنتيجه السيراميك ما يتحمل لانه بريتل. لو نجي نحكي بالادفانتج وديس ادفانتج. الادفانتج مالته نعرفه معروفه جدا، وهي انه سوبيريور استاتيك. السيراميك هو احدى اجمل الريستوريشنز اللي موجود، مو اجمل، هي اجمل ريستوريشن موجوده حاليا بالدنتستري. اكو ريستوريشن جديده اللي هي الايماكس، بس الايماكس بصراحه طلاب هو يعني فد يعني نقدر نقول انه هو فاريشن من السيراميك، يعني هو مو ماده جديده بالكامل، لا هو فد ماده شبيهه بالسيراميك او واحده من مشتقاته، واحدة من التحويرات اللي صارت على السيراميك. فإذا نقدر نقول أنه السيراميك هي أحلى ريستوريشن موجودة بالأورال كافيتي زين، أو بالعالم الدينتستري.
لو نجي للادفانتج الثاني هو انه جود تشو ريسبونس. ها طبعا طلاب السيراميك هو في الماتيريال اكثر ماتيريال تتقبلها اللثه وما تصير بها مشاكل لاسباب. اولا ما موجود معدن، وثانيا هو السبب الاهم انه السيراميك يعني البولشت ويل بولشت هايلي جليزد سيراميك يكون كلش السطح مالته ثقيل فما بي اي بوروسيتي، وبالنتيجه ما طول السيرفس ثقيل وما بي بولوستي فما راح تقدر تتجمع عليه الفود دبريز او البكتيريا، وبنفس الوقت ما راح تقدر الفود دبريز او البكتيريا تلقى مكان تدخل بيه بداخل التو ستراكشر لانه مصقول ما بي فراغات ما بي بوروسيتيز. راح نجيكم بعد شويه على ماده ثانيه كلها بوروسيتيز ولذلك تماما انفقدت من عالم طب الاسنان. زين لو نجي للادفانتج الاخرى اللي هي هاي ريتينشن سنس ات كان يعني شنو؟ يعني احنا السيراميك هي الماده الوحيده بالكراونز اند بريدجز اللي ممكن نسوي لها اتشنج وبوندنج مثل الكومبوزيت، ولذلك باقي الانواع مالت الكراونز نعتمد على بالريتينشن نعتمد على الفتنس مالت الريستوريشن ونعتمد على اللوتنج ايت ميكانيكال انترلوكينج وذ لوتنج ايجنت. السيراميك بالاضافه لذني العاملين بالاضافه الى الفريكشن وذ ذا توث ستراكشر وبالاضافه الى الميكانيكال انترلوك وذ ذا سيمنت ماتيريال، السيراميك بي اتشنج وبوندنج فنقدر نسوي له اتشنج وبوندنج ونسوي اتشنج وبوندنج للتوث ستراكشر ونستعمل نوعيه من انواع السيمنت كلوتنج اللي هو ايضا يصير ب اتشنج وبوند، يعني هو يسوي لنا بوندنج ويا التوث ستراكشر ويسوي لنا بوندنج ويا السيراميك ماتيريال واللي هو مثلا رازن سيمنت، فاذا راح نحصل من عنده ريتينشن اكثر هواي من باقي الانواع. ديس ادفانتج طبعا طلاب انتوا هذا الشرح لي يعني حتى شرح كل نقطه وحتى نزيد لكم الفهم مالتها، لكن انت بالامتحان مطلوبه منك النقطه فقط. ديس ادفانتج السترينث مالته مو قويه لانه هو فيربريتال توث ستراكشر فيربريتال ماتيريال. النقطة الثانية انه البريبريشن مالتنا كلش حرج يحتاج الى فيري فيري جود بريبريشن وتكون تهتم بالنقاط كلها وبالتفاصيل كلها والا يفشل. رقم ثلاثة هو انه هو اقل كونزرفيتيف بريبريشن. ليش؟ قلت لكم السيراميك بريتل فنحتاج ان نشيل تو ماتش من التوث ستراكشر حتى نسوي السيراميك ثيك حتى ما ينكسر، فلذلك هو نون كونزرفاتيف تايب اوف توث بريباريشن. وبريتل نيتشر قلناها هي المفروض تكون اول نقطه بصراحه. زين وريكومندد از سنجل ريستوريشن اونلي، هاي طبعا يعني قديما انا بقيتها لكم لانه الكتاب لحد هاي اللحظه كتابكم التكست بوك يقول هيجي، لكن الحقيقه انه السيراميك الفول سيراميك كراون هو كان دبل انديكيتد فور سنجل ريستوريشن اونلي بس فور سنجل كراون، يعني بس اذا عندي كراون واحد او كراونات من فصله اي استخدمه، لكن اي كراون يعني اي بريدج ما كنا نقدر نستعمل به الفول سيراميك كراون. الحقيقه الان لا اختلف الوضع وهو انه الفول سيراميك كراون نقدر نستعمله بالبريدج لكن شورت سبان بريدج. انا ضفت لكم اياها بالمحاضره البارحه يعني بالبي دي اف، اول ما نزلت لكم اياه كان فقط الكراون كان موجود انه الاول سيراميك هو انديكيتد فور كراون اونلي، لكن بعدين ضفت لكم فت فقره هو شورت سبان بريدج. احنا حاليا نشتغله كشورت سبان بريدج. زين نجي الى الدايمنشنز مالته طلاب. الدايمنشن مالته هو بما انه قلنا لكم الفينشنج لاين مالته هو شولدر اول اراوند، داير مدار السن يكون شولدر. تذكرون البورسلين فيوستو متل قلت لكم شولدر ليبيالي والباقي هو شامفر هنا او المتل فول متل كان كله شامفر، هنا الاول سيراميك كراون يكون كله شولدر من كل الجهات حتى بهالمكانات هاي ينطيني جود ثيكنس للسيراميك حتى ما يصير برتل حتى ما ينكسر، يعني هو اصلا برتل بس حتى ما ينكسر. زين اذا كانت عندنا انتيرير تيث هنا طبعا انا بسوي لكم اياها سوبرا جنجافل جاست فور كلاريفيكيشن، لكن هو بالحقيقه الانتيرير فان الليبيال مارجن الليبيال فينشنج لاين نسوي سب جنجافل فينشنج لاين.
اي انسايز الايدج احنا نحتاج، هنا كاتب لكم 1 ملي 1.5، بس بالحقيقه احنا انتم تلتزمون بالمحاضره ما لكم علاقه، لكن انا اوضح لكم انه احنا بالحقيقه بدنا نشتغلها ك 2 ملي. ليش؟ لانه اكتشفنا انه الواحد ونص ملي ما كافي ابدا، الا يعني الواحد ونص ملي تكفي فقط لما يكون ما عندي اوكلوجن على الانتيريور تيث. اوكلوجن هنا صاير يعني كلاس 2 مثلا، كلاس 2 اوكلوجن، لكن كلاس 1 وكلاس 3 اوكلوجن طبعا هو كلاس 3 كونترا انديكيتد، بس كلاس 1 اوكلوجن لا، اكتشفنا انه نحتاج الى 2 ملي انسايز ريدكشن. البريبريشن لازم يكون بها ما بها اي شارب ايدجز او نقاط للستريس كونستريشن، كلها تكون راوندد وسموث و ويل بولشد ويل بريبيرد. زين، هاي الصوره اللي هنا اللي على اليمين تراويكم انه ترى السيراميك ما يجي كله من ماده واحده، لا صحيح هو كله سيراميك، لكن السيراميك ماتيريال تختلف. مثلا الطبقه الاولى اللي تكون مباشره على التو ستراكشر هي كور ماتيريال، تكون فيري سترونج والاستاتيك مالتها مو كلش زين. الطبقه الثانيه هي بودي بورسلين، يكون منطقة يعني تحول ما بين هاي القوية ومو حلوة، ما بين هاي الطبقة الأخيرة الإنسايز اللي هي ضعيفة وترانسلوسنت لكن كلش حلوة. طلاب السيراني كلش كلش يشبه الطابوق، فيعني تقدرون تشوفون أنه أكو طابوق شكله كلش حلو بس يطلع مو قوي، خاصة الشباب الولد يعرفون، وعندنا طابوق يكون كلش قوي لكن لونه كلش طوخ ومو قوي ومو حلو. فهي هاي انواع السيراميك. هاي طبعا الصوره فقط للتوضيح، ما مطلوب من عندكم. ان شاء الله بالماجستير اللي الله يوفقه بيكم ويروح ماجستير راح يشوف هاي الشغلات. هسه خلص عندنا الاول سيراميك كراون. الاول سيراميك احنا هواي نشتغله طبعا طلاب، لانه كلش استاتيكلي بليزنت. يعني احنا لما تكون يجيك المراجع وتريد تبهره بالاستاتيك وتبهره بالنتيجه، فالحل هو الاول سيراميك. اكو نوعيه ثانيه اللي هي سموها اكريليك جاكيت كراون، اللي هو قبل شوي نوهت اليه. هذا النوع طلاب هو تشوفوها الصوره اللي قدامكم، هو نفس الاول سيراميك كراون لكن هو مصنوع من اكريليك. هذا الموديل القديم، ما كانت يعني موديل السبعينات والستينات وحتى الثمانينات، كان ماكو سيراميك وماكو افران هوايه تقدر تتعامل السيراميك عند درجه حراره عاليه، الفنيين ما متوفرين، فكان اكو اكريليك. الاكريليك اكثر سهوله. فهو شنو هو؟ نفس الطريقه لكن شنو؟ الماده اكريليك بس الفرن يختلف والكذا، بس قصدي نفس الفكره، نفس حتى البريباريشن، نفس حتى الفينشينج لاين. لكن هذا النوع اندثر ليش؟ للاسباب التاليه. اولا بور مارجنال فتنس، المارجنال فتنس مالته يعني الحافه مالته، هاي حافته اللي تقعد على الفينشينج لاين كلش مو خوش قاعده، دائما اكو فراغات بيناتهم، دائما راح يصير مايكرو ليكج من هناك ويصير لكم ريكرنت كاريز. فاذا بور مارجنال فتنس. الشغله الثانيه هي البور تشو ريسبونس. قلت لكم بالسيراميك انه هو اكثر بايو كومباتبل ماتيريال عندنا هو السيراميك، يعني اكثر ماتيريال تتقبلها اللثه وما عندها مشكله بها هي السيراميك. لكن الاكريليك لا، على النقيض تماما، هي تعيسه جدا كماتيريال. ليش؟ لأسباب أسرح أذكر لكم إياها، لكن هي مادة ما تتعاون ويا اللثة أبدا ولا تتقبلها اللثة بشكل جيد، ودائما تكون مصحوبة بباد أدر وجنجيفايتس. ليش هاي المادة هيجي؟ المادة هاي طلاب أولا هي مو سترونج ماتيريال، ثانيا هي بورس، يعني التركيبة مالتها الجزئية بها فراغات هواية، فسطح الأكريليك سطح الاكريليك يكون بورس بفراغات هواء اللي راح تساعد الفود امباكشن والبكتيريال جروث، والنتيجه راح ينتج لنا ريحه وانفكشن وجنجيفايتس. كذلك المارجن مالته كلش صعب ان نحصل ويل فينيشد مارجن، لان هي بورس، فكل ما تسوي فينيشنج راح تشظى تطير من عندها قطع، والنتيجه راح تبقى رف وراح تبقى ان اكيوريت. نمبر 3 والنقطة أيضا الأخرى مهمة هو discoloration، يعني الأكريليك كراون نحطه بلون حلو ومرتب وكذا، لكن بعد مدة راح يجيكم البيشنت يقول لك لونه تغير لنفس السبب، وهو أنه الماتيريال بورس فتدخل بيها الفود والبكتيريا والفود برودكت راح تسوي لنا تشينج بالكلر.
لوس اوف كونتور، لان هو مو قوي، ماده جدا مو قويه، فاي اطباق عليها راح تبدي الاسنان تحكها، يعني تصير ابريجن بيها، فهذا او اتريشن، سوري اتريشن بيها، فالنتيجه شنو؟ راح نفقد الشكل مالتها اولا، وراح نفقد الاوكلوزال ريليشن، وراح الشكل مالتها ايضا راح يتغير، وممكن يصير لنا، ممكن يجينا بيشنت، انا شايف بعيني patient with all acrylic or acrylic jacket crown، يجي حتى بي perforation، يعني من قد ما محتكه بالاسنان المقابله حتى صاير بي perforation. ونمبر 5 حكيتها اني هو ان هايجينيك، صعب جدا ان نحافظ عليه نظيف لانه بورس. لكل هاي الاسباب طلاب قمنا نستعمل الاكريليك جاكيت كراون كتمبرري كراون فقط، يعني لما يجيني البيشنت واسوي له بريبريشن اول فيزيت، واخذت له امبريشن اول فيزيت، شو راح يطلع البيشنت البيت وهو السن مالته بريبيرد مو حلو، راح نسوي له تمبرري كراون. التمبرري كراون بانواع واشكال راح نجي عليها بعدين، لكن الاكريليك جاكيت كراون صار هو واحد من التمبرري كراونز، لانه بهاي الفتره احنا خلال اسبوع ان شاء الله نكمل، يعني من الفيزيت الاولى للفيزيت الثاني هو اسبوع، فخلال هذا الاسبوع لا يلحق يسوي انفكشن، ولا يلحق يسوي باد ادر، ولا تشينج بالكلر، ولا كل شيء، خلال اسبوع ونشيله، فلذلك يجينا كتمبرر كراون. وهاي الصوره اللي تشوفوها هنا، الصورتين هن اثنين هن لاكريليك جاكيت كراون از تمبرر كراون، يجينا ريدي ميد. زين، النوع الرابع الثالث اليوم اللي هو السادس او الخامس بتشكيلتنا، هو البارشيال فينير كراونز. بارشيال فينير طلاب هو من اسمه هو ما يغطي كل التوث ستراكشر، وانما راح يغطي لنا مثل ما تشوفون بهاي الصوره، اريدكم تباوعون ميزيال ديستال باليتال وجزء جدا بسيط من الاوكلوزال او الانسايزال، لكن الليبيال بارت يبقى انتاكت، ولذلك ما راح ناثر على الاستاتيك على الاطلاق. اذا شنو استعمالاته؟ اسمه 3 كوارتر كراون، 3 ارباع، لانه احنا اشتغلنا على 3 ارباع السن فقط وليس كل السن. طيب 7 8 كراون نفس الفكره، لكن شويه بكاسبتبل، ما مطلوب من عندكم، تركته انا بسحته لكم. شنو الاستعمالات مالته؟ ريتينر فور شورت سبان بريدج، وسنجل ريستوريشن، وسبلنت ان ذا انتيرير تيث. بس احفظوهم مثل ما هن، هاي ثلاث نقاط بسيطات. نجي للانديكيشنز، يمكن نستعمل هيك نوع من البرج بشكل بسيط طلاب، بشكل بسيط نستعمله لما عندنا هذا السن يحتاج كراون لكن الليبيال سايد مالته انتاكت، والليبيال سايد او وهو السن ايضا في منطقه، شلون اقول لكم، منطقه بها استاتيك، يعني منطقه انشاف، يعني انتيرير تيث والليبيال سايد انتاكت، ديك الساعة ما راح نشتغل لثري، ما راح نشتغل فول كراون، وإنما نشتغل ثري كوارتر كراون. واضح؟ زين، الكونترا انديكيشنز شنو؟ شورت كراون، هاي كيريز اندكس. ليش هاي كيريز اندكس طلاب؟ لأنه على طول هاي الحافات راح يصير ليكيج، وراح يصير لنا كيريز من جديد، فإذا البيشنت أصلا أسنانه ضعيفة وتتعرض للكيريز بسهولة، إحنا راح نسوء الوضع تماما. extensive destruction، لكن هو هاي النقطة، شوفوا ال extensive destruction لكن مو بالليبيال سايد. extensive destruction وين ما جاء بس الليبيال سايد اوكي. poor alignment، thin teeth، long span bridge ما نقدر نستعمله، و non vital teeth. زين، كذلك احنا contra indication ان نستعمله لما يكون عندنا يعني هسه كاتب لكم هاي البور الاينمنت والثين تيث واللونج سبان بريدج، وانا اضيف لكم شغله هاي الكم، مو لي يعني، مو للمحاضره، المحاضره ما لكم علاقه بها، بس الكم اذا كان عندنا ايج تو ايج همين نتجنبوا هذا النوع من الكراون. راح نجي هنا الى الادفانتج مالته. ليش ادفانتج؟ شنو فوائد بهذا؟ كونزرفاتيف وسهوله تحضير المارجنز مالته، بما انه ما واصلين احنا للليبيال ولا سب جنجايفل، فاذا اللثه احنا ما ناذيها ابدا. ميزيال وديستال وباليتال الفينشنج لاين يكون سوبرا جنجايفل، وهنا انا ما واصل ليبيال اصلا، ماكو بريبريشن، فاذا اللثه ما ناذيها على الاطلاق. ايزي بالاسكيب، لانه بالبريبريشن تكون هنا مثل النوج، مثل النوتس او الجروفز، فيطلع من عندها اللايننج. كل انواع الكراون ما نقدر نسوي الكتريكال بالب تيستر،
ما عدا هذا النوع. ليش؟ لأن الليبيال سايد مالتنا باقي نفسيته. Complete seating of the crown can be easily seen. كلاورات هاي عفوها بس حفظوها شمال كان طلاب. اكو بعض النقاط هي موجودة للحفظ فقط، ما كده أوضح لكم إياها على الإطلاق. أكو نقاط مهمة جدا ومفصلية. نجي للديس أدفانتج، بما أنه أكو walls ما مسوي لها preparation، إذن هذا الكراون يكون أقل retention من غيره، ماشي؟ لأن أكو يعني أقل walls، فإحنا قلنا كل ما زود walls كل ما زيد retention، فهنا عندنا wall أقل إذن retention أقل. Number two, limited adjustment can be done. يعني بما انه بيجروز فما يقبل غلط، قعدت لازم تجي بهالمكان، هذا لازم يحشر حشر بهالمكان، ما نقدر شوي نحرك يمنى يسرى ابدا. اذا كان هذا النوع من الكراون ميتال، طبعا احنا نقدر نسوي ميتال نقدر نسوي سيراميك. اذا كان ميتال فممكن الميتال يبين منها من الانساز الاج. ليش؟ لانه الانساز الاج عاده تكون ترانسلوسنت، فممكن يكون واضح الميتال خاصة بالانتيرير تيث. Possibility of recurrent caries قلت لكم ليش؟ لأنه وحكيناها هناك بالهاي كيرز اندكس، لأنه اكو هواي حافات للكافيتي للكراون، فممكن منها يصير ليكج وممكن بكل بساطة يصير لنا recurrent caries. كنت تعرفون أنه صعب بالتحضير. زين نجي لو اجي اسالكم عن القياسات مالته، فالقياسات مالته هي بهالشكل هذا. الفانكشنال كسب يكون 1.5 ملم هيك كراون، فول سيراميك كراون، ما شاء الله. فهاي القياسات مالت فول ميتال، انتبهوا لي زين جدا، هاي مالت فول ميتال. وذيك اذا كان قلت لكم لنفرض قلت لكم شنو الريدكشن